تحليل خطير منك أستاذ ياسر. ليش؟ لأنه بجانب من التسريبات في كلام عن وجود لقوات الناتو عن جنود فرنسيين يقاتلون في أوكرانيا. فرنسا نفت على كل حال. هل أفهم من تحليلك أنه الأمريكيين عم بيحاولوا يورطوا الأوروبيين والفرنسيين تحديدا؟ لا، يريدون أن يلقوا بالطعم إلى بوتين من أجل أن يعني يوضح للإعلام أنهم من خلال الأدلة والقرائن والإثباتات أنهم يشاركون في هذه المعركة، ويكون هناك محك لبوتين. إما أن يقرر أن يتدخل بشكل مباشر ويقول الآن معركة مفتوحة مع الناتو وهذا لن يكون، وبالتالي هو بالون اختبار لبوتين، أو أن يقول بوتين بأن هذه المعلومات وصلتنا وبالتالي يمكن تكذيبها فيما بعد. أنا أرى حقيقة وكأن هذه التسريبات هي فقط بالون اختبار أو نوع من إرضاء الغرور أكثر منه حقيقة، ولكن هذه نظرية لا يمكن إثباتها لأننا نتكلم بشأن استخباراتي، وأنت تعلم أن الاستخبارات لا تنظر إلى الأدوات، وانظر من الذي يستفيد من هذه النتائج. أنا ما بفهم كثير بالموضوع الاستخبارات. الفلسطينيون بالذات يعلمون، يعني أنا أول ما تعلمت من شباب ما معنى العملية الاستخباراتية كانت من جماعة ياسر عرفات. ياسر عرفات يفهمون النظام الاستخباراتي في العالم وكأنه يعني خلق لأجلهم. ولكن أريد أن أذكر هذا الأمر بصراحة، يعني عندما يتم اغتيال شخصية سياسية يقولون أن الأداة داعش، وفجأة مباشرة تم تحويط الأمر، وبعد ذلك نكتشف أن هناك مستفيد حقيقي وهي دولة بعينها، وهذه الأمور كلها مجرد شكليات. لذلك أنا أرى أن هذه التسريبات يراد بها توريط نظام روسيا بعد مرور عام، وهذا شأن الذي اعتدنا عليه منذ عام مضى.